كثير من الفلاسفة الإنسان إلى فهم ذاته ومعرفتها كخطوة لا بد منها كي يصل إلى أهدافه ويستثمر إمكاناته. أيها الإنسان، اعرف نفسك بنفسك، إنها المقولة الشهيرة التي وجدها سقراط على معبد دلفي في اليونان واتخذها شعارا لفلسفته. ولكن ما المقصود بمعرفة الذات وكيف تتم؟ أن تعرف ذاتك معناه أن تعرف قدراتك جيدا، أن تدرك الجوانب الإيجابية في شخصيتك وتستثمرها كي تحقق كل ما تطمح إليه، معناه أن تكتشف ما يجعلك متميزا، أن تنمي مواهبك وقدراتك الذاتية. يقول سقراط: إن الحياة ليست بحثا عن الذات، ولكنها رحلة لصنع الذات. اجعل من نفسك شيئا فريدا يصعب تقليده. لقد ميز الفلاسفة والمفكرون في الإنسان بين الجسم المادي والنفس، والذات هي مفهوم الشخص عن نفسه. إنها فكرة يطورها الفرد في ضوء أهدافه وإمكانياته، وهذه الفكرة قابلة للتعديل. والذات نظام معقد لأنه يتكون نتيجة تفاعل الفرد مع الآخرين ويسهم في تحديد أفعال الفرد وإدراكه لما حوله. وقد يستخدم التعبيران الأنا والذات، أحدهما مكان الآخر، ولكن هناك فرق بينهما، إذ يستخدم مصطلح الأنا للإشارة إلى العمليات النفسية. فأقول أنا تخيلت أو تذكرت، بينما يشير مفهوم الذات إلى مفهوم الشخص عن نفسه. قد تجد شخصا يرى نفسه أقل قيمة من الناس، كلما دخل إلى مكان يتهيأ له أن الناس تنظر إليه وتراقب تصرفاته. نجده يضخم أي ملاحظة سلبية توجه له، ويقلل من قيمة المديح والملاحظات الإيجابية. يتجنب الاختلاط بالآخرين ويميل إلى العزلة. هنا نستطيع أن نقول إن هذا الشخص يعاني من مشاكل مع صورته الذاتية. فما المقصود بالصورة الذاتية؟ إنها الذات كما يتصورها أو يتخيلها صاحبها، أي كيف نرى أنفسنا. وصورة الذات هي جزء من شخصيتنا، وهي التي تحدد كيف نتفاعل مع أنفسنا ومع الآخرين. فهل حاولت أن تعرف إن كانت صورتك عن ذاتك صحيحة أم لا؟ يمكن أن نقول أن صورة الذات قد تختلف كثيرا عن الذات كما هي في الواقع، فقد نشوه رؤيتنا وتقييمنا لذواتنا نتيجة العبارات المسيئة التي قد توجه لنا، أو التركيز على السلبيات والأخطاء والتقليل من قيمة الإيجابيات. ونتيجة حاجتنا لقبول الآخرين ولتقديرهم والمبالغة في محاولة إرضائهم، كذلك قد تسبب مقارنة الأهل للشخص بالآخرين نشوء رؤية سلبية للذات. ولصورة الذات الإيجابية أهمية كبيرة في تكوين شخصية الفرد، لأنه يبدي على أساسها سلوكا متميزا، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة ليست ثابتة بل متجددة ودائمة التغير. تقسم صورة الذات إلى صورة خاصة وأخرى اجتماعية. والمقصود بالصورة الخاصة فكرة الفرد عن نفسه، وتتضمن الشعور بالذات وإدراكها، وتتجلى في التعبير عن الميول والتقدير الذاتي، ويفصح عنها من خلال الرموز والكلمات التي يصف بها الفرد نفسه. أما الصورة الاجتماعية فالمقصود بها ما يعتقده الآخرون عن الشخص، أي ما يمثله دور الآخرين في تحديد إدراك الفرد لذاته، وتتكون من الرموز والكلمات التي يصف الآخرون من خلالها الشخص، وتجدر الإشارة إلى أن التقييم الواقعي والموضوعي للذات من قبل المحيط الاجتماعي ينتج شخصية سوية ويؤدي إلى سلوك متوازن. والآن
ماذا عن طموحاتك التي تأمل أن تحققها؟ هل تكتفي بالأمل أم أنك تسعى وتعمل؟ إن لم تسعى لتحقيق أهدافك فلن تحقق ذلك. ولكن ما المقصود بتحقيق الذات؟ إنه دافع متواصل للحياة يستمر رغم كل العقبات والظروف التي يمر بها الفرد. من يريد تحقيق ذاته لا يتنازل عن أهدافه عندما تواجهه بعض الصعوبات، وإنما يبقى هدفه حاضرا في ذهنه. لا يستسلم للصعاب، وعندما يبدأ بتجاوزها سيكتسب شعور الثقة بالنفس الذي يعد عاملا مهما للنجاح والتفوق، ويجعل الفرد أكثر تمايزا وتطورا وأكثر استقلالية، ويسعى دائما لتحقيق أهدافه. والسؤال هنا، هل يؤدي الفشل في تحقيق الذات إلى ظهور مشاعر وسلوكيات سلبية؟ بالطبع هذا ممكن. قد نجد طالبا يلجأ إلى التنمر على زملائه نتيجة فشله في التحصيل الدراسي، فالسلوكيات السيئة تعود إلى الظروف التي تعيق تحقيق الذات الإنسانية والتي يظن الفرد أنها تحقق ذاته. ويمكن الإشارة إلى عدة سمات لدى الأشخاص المحققين لذواتهم. أولى هذه السمات إقبالهم على الحياة بثقة وتفاؤلهم بالنجاح وسعيهم الدائم للابتكار. السمة الثانية اتجاههم الواقعي وتقبلهم لأنفسهم وللآخرين وللعالم الطبيعي كما هو. السمة الثالثة أنهم يوجهون اهتماماتهم لحل المشكلة فلا يتهربون من مواجهتها ولا يبحثون عن تبريرات، بل يعتمدون على أنفسهم ولا يتكلون على الآخرين. ولكن تحقيق الذات يتطلب تقديرا جيدا للذات. قد نجد أشخاصا رجالا أم نساء ليس لديهم تقدير ذات سوي. قد يكره أحدنا ذاته لعيب ما يعتقد أنه موجود فيه. قد تعتقد فتاة ما أن قيمتها الاجتماعية مرتبطة بجاذبية شكلها. ولكن ما المقصود بتقدير الذات؟ إنه الشعور بقيمة الأنا الذي يتحدد من خلال الموازنة والمطابقة بين طموحات الفرد وواقعه. بعبارة أخرى هو تقييم الفرد لذاته، كما يشير إلى اتجاهات الفرد الشاملة سلبية كانت أم إيجابية نحو نفسه. وهناك درجتان أو نوعان من تقدير الذات، وهما التقدير المرتفع وهو نظرة الفرد الإيجابية لنفسه، والتقدير المتدني وهو نظرة الفرد السلبية تجاه ذاته. ويمتاز صاحب التقدير المرتفع بأن لديه ثقة عالية بقدراته، فهو لا يقلق بشأن ما يفكر به الآخرون عنه، كما لديه توقعات إيجابية حول مستقبله لأنه يثق بنفسه بشكل كبير. بينما يمتاز صاحب التقدير المتدني بأن لديه ضعف في ثقته بنفسه، فهو يقلق حول تفكير الآخرين به كونه يحتاج إليهم، ولديه تشاؤم حول المستقبل. وهناك عدة عوامل تؤثر في تقدير الذات. أولها رد فعل الآخرين. كثير منا يتأثر بآراء وانطباعات الآخرين، فإذا وجد أحدنا الحب والاهتمام من الأشخاص يزيد تقديره لذاته. أما إذا واجه التجنب والإهمال فهذا يعمق تقديره السلبي لذاته. العامل الثاني هو المقارنة مع الآخرين، حيث يقل تقدير الشخص لذاته عند مقارنة نفسه مع أشخاص أكثر أهمية ونجاحا منه. فإذا كنت تنزعج إذا قارنك أهلك بالآخرين لا تفعل أنت ذلك، وانتبه إلى ما تملكه من قدرات واعمل على تطويرها. أما العامل الثالث فهو الأدوار الاجتماعية التي يؤديها الفرد. فالأدوار التي تحمل سمعة جيدة تجعل الفرد يقدر ذاته بشكل إيجابي، أما الأدوار الاجتماعية السلبية فهي تعطي الفرد تقديرا سلبيا نحو ذاته. أما العامل الرابع فهو تحديد الهوية، والمقصود بالهوية هنا انتماءات الفرد التي تؤثر في تقديره لذاته. فالانتماء لفريق رياضي ناجح أو لجماعة متضامنة تعطي الفرد الثقة والتحفيز وتؤدي إلى شعوره بالإيجابية.
أين أنا الآن؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ هل سبق وطرحت على ذاتك هذه الأسئلة؟ هل أنت في الطريق الصحيح لتحقيق ذاتك كما تتمنى؟ كل فرد منا يكون تصورات مثالية عما يتمنى أن يكون عليه، ونحن هنا أمام حالتين. الحالة الأولى، إذا لم تتسق صورة الذات النموذجية لدى الفرد مع صورة الذات كما هي في الواقع، فإن هذا الاختلاف بين الذاتين يؤدي إلى حالة مضطربة تشكل فجوة حقيقية بين ما يطمح أن يكون عليه وما هو عليه بالفعل، وإلى الشعور بالقلق والإحباط والتوتر. الحالة الثانية، إذا اتسقت الذات النموذجية مع الذات الفعلية للفرد، فإن هذا يؤدي إلى حالة التطابق التي تشعر الفرد بالارتياح والثقة والقوة، وتتأثر حالة التطابق لدى الأفراد بالتقدير الإيجابي غير المشروط وإعطاء مشاعر الحب والرضا من دون قيود أو شروط مسبقة. وبناء عليه، فإن تطوير الذات أمر بالغ الأهمية، كونه يؤدي إلى تحسين قدرات الفرد وإمكانياته ومعرفة نقاط القوة في شخصيته وتطويرها، وكذلك تحسين القدرة على ضبط النفس والمشاعر وردود الأفعال واكتساب مهارة التواصل مع الآخرين بشكل إيجابي. وختاما يمكن القول إن لتقدير الذات وتحقيقها أهمية كبرى في جوانب حياتنا كافة، لذا نجدها تتربع على عرش هرم الحاجات عند ماسلو. فتقدير الذات يؤثر على شخصيتنا وسلوكنا، وما نرسمه من صورة لذواتنا إيجابية كانت أم سلبية سيظهر في سلوكنا وتصرفاتنا. وتقدير الذات يتطلب قبولها، أي احترامها ومحبتها، كما يتطلب الاعتراف بسلبياتنا وجوانب ضعفنا وعدم التبرؤ منها. تخلص من وهم الكمال، فلا وجود لشخص كامل أو مثالي، لا تبحث عن إرضاء الآخرين كثيرا وتخسر ذاتك. وهذه ليست دعوة لارتكاب الأخطاء، وإنما لتجاوزها. تذكر دائما أن المشكلة ليست في الظروف، وإنما في طريقة استجابتك لها.